رغيف الخبز والمواد التموينية الغذائية الأساسية سلع تسعى الدولة لتوفيرها إلى المواطنين بالدعم اللازم لمستحقيها، فماذا عن رأي المواطنين؟ يعني الرغيف احيانا يجي حلو احيانا يجي وحش، زي ما انت شايف. يعني شوف الطابور قد ايه، ما لو متوفر ما كانش هيبقى فيه طابور زي كده، وده مخبز حكومي، لو مخبز اهالي هتلاقي قد ده 10 مرات. انا باجي حضرتك من محافظه قلوبيه، باجي اخد العيش من هنا ليه؟ لان عندنا معلش في بطاقه صغيره بتتعمل للفران عندنا، فاللي ملوش بطاقه ما بيلاقيش عيش. انا ساكن في بلاد دكوور، العيش بنقعد بالطوابير بالساعه وساعتين وما فيش. تعالي بلاد دكوور شرعنايا، بقعد بالساعتين جاي هنا عشان اشتري عيش بقالي ساعتين. هنا الحمد لله الفرن عيش معقول وكويس يعني، بس هي الحكومه المفروض ان هي تعمل يعني الدعم، ان هو مثلا مش ان هو اللي يوصل يعني في الارياف بيعملوه على البطاقه، بطاقه التموين، كل مثلا فرد ليه مخصص معين بيوصل له. هنا مفيش الكلام ده، يعني الارياف عندهم نظام في الجمعيات احسن من هنا في مصر. التموين اللي هو الزيت لا متوفر الحمد لله وكل شهر اوكي، بس ساعات يديها نص كميه الرز يقول لك نص كميه خلاص شالوها، يعني شهر يديكي وعشرة لا يقول لك نص كميه شالوها. ادي ابو شيلين اهو، خدت بال سيادتك؟ وبعدين دي بيتباع في فيصل، التوك توك بيجي صاحب الفرن بيعمل حوالي بياخد 10 تشوله، بيخبز منهم 3 تشوله والباقي بيطلع الشوال، بيتباع ب 100 جنيه في السوق السوداء. الانبوبه بتوصل 30 و40 جنيه، انا عن نفسي لسه شاريها قريب بالنظام ده. في حلها دي لازم تبقى فيه رقابه على المخازن البوتيكات بالذات. ليه؟ لان في بيتعاونوا الناس بتوع السوق السوداء ابو العجل ومش عارفين الابتدائيين، وبيخبصوا بالليل الساعه 8 بالليل عشان التموين بيبقى نايم مش عارف ايه، ولو ما خدتهاش يقول لك لا اخبط دماغك في الحيط. سيد اللواء احمد موافي، يعني يمكن في ناس كتير ما تعرفش مجال عمل شرطه التموين.